بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير عليكم جميعاً. معكم دكتور محمد كامل، ومحاضرة جديدة عن البريباريشن كورسز لامتحان اللايسنس. والحقيقة هو أنا ابتديت أخد الموضوع بأبروتش جديد، وهو إن إحنا بنقرأ مع بعضينا حاجة من تكست بوك من ضمن الموضوعات اللي أنا بشرحها في الكورس، ولكن هتبقى مفيدة للناس اللي بتحضر امتحان اللايسنس ومفيدة للطلبة كذلك. لو أي حد عنده أي استفسار عن الكورس ياريت يبعت لي على رقم الواتساب ده، وإن شاء الله بإذن الله هرد عليه. والكورس القادم هيبدأ يوم 27 يناير إن شاء الله 2021 في دورته التالتة. طيب خلينا دلوقتي نشوف النهاردة إحنا هنقرأ عن إيه. إحنا هنقرأ النهاردة إن شاء الله عن توبيك من النيورو، تمام؟ وعايزين نفرق ما بين نقطة مهمة جدا، وهي الفرق ما بين الكومباريزون ما بين الأبر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون سيندرومز، تمام؟ فخلينا نقول ايه الفرق ما بين الأبر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن. الحقيقة انا جبتها لكم من تكست بوك، وحاولت ان هي تكون بريف بحيث ان احنا نقدر نفهم الموضوع كده. طيب خلينا نشوف اول حاجة اللوكيشن اوف ليجن او الستراكشر اللي هو انفولفد. في حالات الأبر موتور نيرون ليجن هيبقى عندنا السنترال نيرفس سيستم، الكورتكس، تمام، او البرين ستيم، او الكورتيكو سباينال تراكتس، او السباينال كورد. يبقى ده بالنسبه لللوكيشن بتاع الليجن او الاستراكشر اللي هو انفولف. في حالات اللور موتور نيرون ليجن هيبقى عندنا الكرينيال نيرف نيوكلياي او الكرينيال نيرفز عموما. احنا شرحنا المحاضره اللي فاتت بريفلي كده الفانكشن بتاع كل كرينيال نيرفز، يا ريت نرجع لها، هنلاقيها موجوده برضو على اليوتيوب شانل. وبالنسبه على مستوى السباينال كورد هيبقى عندي الانتيريور هورن سيل، عندي السباينال روتس، وعندي البريفرال نيرف، تمام؟ يبقى ده بالنسبه لللوكيشن. طيب بالنسبه للدياجنوزيس او الباثولوجي، عندي الابر موتور نيرون ليجن بيبقى موجود في حالات الستروك، حالات التروماتيك برين انجري، حالات السباينال كورد انجري. ده كله ده ابر موتور نيرون ليجن. اما اللور موتور نيرون ليجن ايه الحالات اللي احنا بنشوفها في الاعصاب؟ البوليو، الجيام بري سندروم، البريفرال نيرف انجري، البريفرال نيروباثي، او الراديكولوباثي، تمام؟ طيب نيجي بالنسبه للتون او النغمه العضليه زي ما بنقول عليها. في الابر موتور نيرون ليجن بيبقى عندي انكريزد التون، دي بتبقى انكريزد، بيبقى عندي حاجه اسمها الهايبرتونيا، معناها ان التون عالي. والكلام ده فيلوسيتي ديبندنت، معناه ان انا كل ما زودت الموفمنت سبيد او الاكسلريشن كل ما زادت الريزيستنس. دي من خصائص السباسيستي، تمام؟ طيب في اللور موتور نيرون ليجن التون دي بتبقى لا اما ديكريز لا اما ابسنت، مش موجوده. بيبقى في هايبوتونيا، ده معناه ان هي في ديكريز تون، بتبقى في فلاسيديتي، تمام؟ وطبعا الاثنين دول مش فيلوسيتي ديبندنت، لا تعتمد على السبيد اوف موفمنت، تمام؟ طيب نيجي على مستوى الريفلكسز. الابر موتور نيرون ليجن بيبقى فيه هنا ايه؟ بيبقى الريفلكس بيبقى عالي، فبيبقى فيه انكريزد الريفلكس، بيبقى فيه حاجه اسمها هايبر ريفلكسيا، بيبقى فيه الكلونس. الكلونس ان انا لو عملت سادن دورسيفليكشن في الانكل بيحصل ريبيتيتيف موفمنت، ريبيتيتيف انفولنتري موفمنت، هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. بيبقى فيه اكسجريتد كوتينيوس اند اوتونوميك ريفلكسز، بيبقى فيه البوزيتيف بابينيسكي ساين. والبوزيتيف بابينيسكي ساين ان انا لو عملت ستروك للسول اوف فوت على اللاترال سايد زي ما احنا عارفين هيحصل دورسيفليكشن او يعني اكستنشن في البلانتر في البيك تو، برضه هنتكلم عليها بعد كده، نشوفها في صوره صور يكون افضل، بس انا النهارده عايز اقارن بس في صوره تيبل. طيب في اللور موتور نيرون ليجن الريفلكسز بتبقى لا اما ديكريز لا اما ابسنت، بيبقى في حاجه اسمها هايبوريفلكسيا، وكذلك الكوتينيوس ريفلكسز بتبقى ديكريزد او ابسنت. طيب الانفولنتري موفمنتس هل هي كومن في الابر موتور نيرون ليجن؟ ممكن يبقى في ماسل سبازم، والماسل سبازم ده بينفولف الفليكسورز او الاكستنسور جروب بتاع الماسلز. لا
لكن حالات اللور موتور نيرون ليجن بيبقى فيه دينرفيشن، وما بيبقى فيه دينرفيشن بيبقى فيه هنا الفاسيكوليشن. ايه هي الفاسيكوليشنز؟ هي سبونتينيوس كونتراكشن اوف ا جروب اوف ماسل فايبرز. طيب بالنسبه للسترينث، في حالات الابر موتور نيرون ليجن بيبقى فيه ويكنس او باراليسيس، ده بيبقى ابسي لاترال في حالات مثلا الستروك، او يبقى باي لاترال في حالات السباينال كورد انجري. طيب بالنسبه للكورتيكو سباينال تراكت لو في انجري بيعمل ايه؟ بيأثر على الكونترا لاترال سايد. احنا عارفين الكورتيكو سباينال تراكت بيحصل له كروسنج على مستوى المظله او على مستوى البيراميدز تو ذا اذر سايد، فبيبقى بيأثر على الكونترا لاترال سايد اف اباف الايه الديكاسيشن في المظله. لكن بيبقى ابسي لاترال، لان لو حصل ديكاسيشن اوريدي تمام وخلاص هينزل على نفس السايد، فبيبقى ابسي لاترال لو هو بيلو ديكاسيشن تمام. طيب بالنسبه للثرينز، هنا في حالات اللور موتور نيرون ليجن بيبقى في ابسي لاترال ويكنس او باراليسيس، بيبقى في ليميتد ديستريبيوشن، مش بيبقى حاجه كبيره زي في حالات الابر موتور نيرون ليجن اللي هو ممكن ينفولف ذا هول رايت سايد مثلا، هول ابر اكستريميتي واللور اكستريميتي على الرايت سايد او على ليفت سايد او كده. لا، هنا بيبقى في ليميتد ديستريبيوشن، انا بتكلم على نيرف انفولفد، على نيرف نيوكلياي انفولفد بالنسبه مثلا الكرينيال نيرف، فليميتد ديستريبيوشن سيجمنتال اور فوكال باترن تمام، او حتى روت، ان الروت نفسه هو اللي بيبقى فيه مشكله، فبيبقى روت انرفيتد باترن. طيب في حالات الابر موتور نيرون ليجن بالنسبه للمسل بالك بيبقى عندي هنا حاجه اسمها ديسيوز اتروفي، وهو عباره عن اتروفي ناتج عن عدم الاستخدام، فده بيظهر بعد فتره يعني ما بيظهرش immediately تمام، وده بيبقى فاريبل يعني مش يونيفورم في كل الكيسز تمام، بيبقى وايد سبريد ديستريبيوشن. احنا عارفين ابر موتور نيرون ليجن بيأثر على مجموعه كبيره من المسلز especially تمام للانتي جرافيتي ماسلز بتبقى افكتد اكتر. اما في حالات اللور موتور نيرون ليجن بالنسبه للماسل بالك بيبقى في نيروجينيك اتروفي بيظهر بصوره سريعه، لان انا قلت في دينرفيشن، انت قطعت الميه والنور، قطعت النيرف، بيبقى رابيد، بيبقى في فوكال ديستريبيوشن، بيبقى في سيفير ويستنج ملحوظ جدا عن حالات الابر موتور نيرون ليجن. في حالات الابر موتور نيرون ليجن بالنسبه للفولنتري موفمنتس بتبقى امبيرد او ابسنت تمام، بيبقى في ديسينرجيك باترن، احنا عارفين حاجه اسمها السينرجيا، سينرجيا معناها ان بيبقى في جروب اوف ماسل اكشنز او موفمنتس بتحصل على مستوى الديفرنت جوينتس ات ذا سيم تايم تمام، بيبقى في حاجه اسمها اوبليجاتوري ماس سينرجي. عندي مثلا ساعات في الابر اكستريميتي الاقي حاجه اسمها الفليكسر سينرجي بسبب ان الفليكسر تون زايد، في اللور اكستريميتي في حاجه اسمها الاكستنسور سينرجي بسبب ان الاكستنسور تون زايد، وهكذا. اما في حالات اللور موتور نيرون ليجن فالفولنتري ماسلز بتبقى ويك او ابسنس او ابسنت لو النيرف انتربتد، انت قطعت الكهرباء كويس، الماسل مش شغاله، كلام من كده، فاتوقع ان الفولنتري موفمنت هتبقى ويك اور ابسنت. بحاول كل فيديوهات قصيرة على قد ما أقدر بحيث إن شاء الله تستفيدوا منها، وإلى لقاء في موضوع آخر بإذن الله، بالتوفيق للجميع.